مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، بقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضموا لنا عبر شاشة مريم تي في. الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا عقليا واجتماعيا. بيعتقد البعض أن الصحة بس تعني أنه بيتمتع الإنسان بالعافية وأنه يشفى من جميع الأمراض، ولكن مفهوم الصحة السليمة الخالية من الأمراض بيتطلب الموازنة بين الجوانب النفسية العقلية والروحية، وحتى يوصل الشخص إلى الصحة المثالية لازم يدمج كل هالجوانب مع بعضها البعض. مشان هيك مشاهدينا بيصيرني استقبل البروفيسور رائف رضا، رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني، ممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية بلبنان، ليحكينا أكثر عن الواقع الصحي بلبنان. وأكيد بدي أذكر كمان أنه البروفيسور رائف رضا هو أستاذ محاضر بالجامعة اللبنانية. صباح الخير بروفيسور، وأهلا وسهلا فيك بمريم تي في. الله يخليك، مرسي مرسي لألك. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. بالبداية نحن كنا عم نقول بالمقدمة رح نحكي عن الواقع الصحي بلبنان، صح. هو واقع مذري يعني للآخر، ولكن قبل ما فوت بهيدا الشيء أنا حابة هيك بلش الحلقة بخبر مفرح وحلو. أكيد حضرتك حصلت مؤخرا من البورد الأمريكي والتجمع الأعلى الأكاديميين والمثقفين العرب شهادة شكر وتقدير، وهالشيء انعقد بروما نتيجة أكيد جهودك ونشاطاتك المميزة بالمجال الصحي والثقافي والأعلامي. أكيد بروفيسور نحن ما نقول لك مبروك، يعني أنا شخصيا أكيد بقول لك مبروك وباسم مريم تي في، لأنه نحن من الأشخاص اللي كتير منحب العلم ومنحب تقدير العلم، وحضرتك تكرمت بجائزة يمكن كتار من الناس بيحبوها وبيحلموا فيها. نحن بنقول لك مبروك، خبرنا شوي عن هالتقدير. أول شيء بشكر التلفزيون عنكم اللي بيهتم بالنواحي العلمية خاصة المميزين، نعم. شغلة كتير مهمة. هو هذا البرنامج، هو التقدير هيدي طبعا بيصير في تقييم، نعم. لشخصيات وتكريم لشخصيات دولية على مستوى العالم، نعم. بشوفوا الشخص أول شيء بده يكون عنده أكاديميا مستوى العلمي، ثاني شيء بده يكون مميز بالحقل الطبي، يعني نعم. مثلا مش انه بيطلع بيحكي وبيخاف تحت الطاولة فوق الطاولة، كلمه وبيراقبوه على فترات طويلة، نعم. وهيدي بتعطي هالجائزة هيدي التكريم هيدي بينعطي بوجود لجنة كبار من الأمريكان حتى من مثقفين العرب على يشوفوا أنه هالشخصية هل هي خارج تأخذ هذا التيتر هذا ولا لا، صحيح. وخاصة عندهم يعني بيبقوا عاملين دراسة عنك، صحيح. فتفاجأت، أنا مش بتفاجأت يعني توقعت، بس أنه مش بهالدرجة أنه نعم. ما بعرفش حدا أنا على مستوى عالمية، نعم. فبيروا من عقده وشافوا اختاروا شخصيات محددة، فطلعوا بالليل بيطلفنوا لي بيقولوا لي نحن اخترناك بالاتفاق بالإجماع الكل انه انت الشخصية اللي عنا يلي ارتحنا، وخاصة انا بكتب بالوسائل الاعلام، نعم. على الوكالة الوطنية بالمجلات بالجرايد بالمحاضرات برا، طبعا هو بيراقبوا بيشوفوا انه هذا مثلا مش الصبح بيحكي شيء وبعد الظهر بيحكي شيء، نعم. وبعدين الانسان بده يكون واقع مع نفسه، نعم. يعني من اخر الشيء كل شيء بتحكيه ما كله يا بيكون مسجل يا عالم شايفتك، فبدك تكوني واقعيه ضمن هذه الاطر. لا، وانه بدنا هذا الشخصيه، لا، اذا هن مثلا ببلده بالفوضى اللي عايشين فيها بالمسائل هاي، لا، نحن بالنسبه لنا التكريم يعتبر هو رسالتنا، نعم. فتفاجأت كثير انا انه قالوا لي والله نحن إذا بتحب كذلك الأمر تجي، لا قلت له لا تمسي بعتوا لي إياها، وكان الحقيقة أنا انبسطت كتير، وتاني نهار نزلت بالوكالة الوطنية وبالإعلام شكرتهم، لأنه فعلا اللي بيقدم شيء عميكي بيشوفك بالعين بتشوفيه بالتنتين، طبيعي. وهذا بهدي بيعطي نصر، بيعتبر هذا للبنان كله لللبناني كله بهذه الغيمة والظروف الاقتصادية المدمرة، نعم. طبعا أنه بضل في عنا شخصيات وطنية
علمية، هيدي لازم تتكرم وتاخذ حقها الطبيعية. طبيعي. وهيدا شيء يعني انتبهنا بميزات العلم بالعالم، انه في اكاديميات، في بوردات دولية بعدها بتحط بعين الميزان الصحيح انه هالشخصيات هيدي لازم تاخذ حقها الطبيعي. نعم. هيدي يعني مبروك من القلب بروفيسور، اكيد بتستاهل كل الخير لانه جهودك ونشاطاتك كثير كبيره. الله يخليك، ميرسي. نحن بنقول لك مبروك وان شاء الله كمان دائما هيك بالجوائز الثانيه ومن تألق لتألق، لان تستاهل كل الخير. ميرسي، ميرسي لك، الله يخليك. بروفيسور، هلا للاسف رح نرجع للواقع المؤسف بلبنان. نعم. والمزري، وخاصه صحيح. الواقع الصحي بلبنان. صحيح. كلنا عم نتساءل ليش أعداد كورونا انخفضت بشكل سريع؟ صحيح. مع العلم أنه بالدول الأوروبية وبالصين في أعداد عالية. صح. من كورونا، هل هالسبب يعود أنه الأشخاص بلبنان يمكن ما معهم مصاري يعملوا بي سي آر، أو ما عم بيصير في متابعة مظبوطة؟ شو بتخبرنا عن واقع كورونا بلبنان بروفيسور؟ هلا لك الحقيقة يعني عم تضوع على موضوع كتير دقيق وحساس. نحن اليوم عايشين في ظروف صعبة جدا، والوضع الاقتصادي مدمر. نعم. يعني اليوم العالم انت بتعرف يعني ما في تقدر تتأمن طعم اولادها. نعم. كيف فحص البي سي ار بلبنان ومو يعني حقه 200,000. 200,000. وهالناس هيدي يعني اذا افترضنا انه واحد انصاب بالبيت وعنده 5 اولاد يعني هذا 1,000,000. صحيح. إذا معطل مشحر يلي هو عنده مثلا افترضنا بياخذ شهريته 1,000,000، هذا شو بده يحطه؟ وين كهربته؟ وين ميته؟ وين خبزته؟ نعم. فهيدي الأمور عم تلاحظ إنه أكترية الناس للظروف الاقتصادية المدمرة ما عم تلجأ تعمل بي سي آر في محل شكت إنه عندها الحالة محددة. نعم. بما انه وزارة الصحة بتعلن انه عنا كان عندها 100 حالة وهلا عندها 50 حالة. نعم. هو يمكن الناس يلي بعض الناس يلي هن الميسورين او بعض الناس اللي بده مثلا بده يعمل يفوت على الاوبيتال بده يعمل شيء عملية. نعم. او حدا بده يسافر طالبين منه برا انه بده يضطر يعمل. نعم. اما عمليا مش هي هذه الارقام. الأرقام هيدي أنا قلتها بكذا موقع، بكذا وكالة، بكذا نشرات أخبار، إنه بتضرب أمواه بتضربيهم بـ10. يعني أنت عندك اليوم مش أمواه، عندك 1,000 حالة. طب هنا بس هن للأسف بيعلنوا اللي شافوهم. نعم. بس هيدا الشيء بخوف. ليش بخوف؟ يعني افترضنا إنه الناس هلا أكترية الناس نزلي مقد حيلا الشارع بالمنطقة هون أو حيلا منطقة، بتلاقي الناس بلا كمامات. بلا كمامات. بلا كمامات. شو؟ لأنه والله شو ما عاش في شيء، ما انتهى، ما عم بقوله ما في 40 حالة 50 حالة ولا شيء. يعني مش بس إنه الأرقام منا دقيقة، بس بنفس الوقت إلى انعكاس سلبي على المواطن وعلى صحة المواطن. صحيح. وهيدي رح تشوفي بعد فترة إنه الحالات هيدي رح تطلع قوية جدا، رح تشوفي المستشفيات إنه كتير وضع صعب. الناس هلا ما معها مصاري لا تفوت على مستشفى، وعم تكابر، وما معها مصاري تعمل الكورونا، وما معها شيء. الوزارة الصحة مفروض فيها بهالظرف الاقتصادي المدمر اللي نحن قلناهم مرة واثنين وعشر مرات، يا أخي عملوا شيء بي سي آر مجاني للناس يلي هي ما عندها وضع مادي صحيح، ما الشعب مدمر. وإذا ما عندكم ميزانية الجأوا اطلبوا من الدول من برا. صحيح. اطلبوا إنه والله نحن ببلد نتكرموا علينا وضعنا المادي ومأساة، بيجيبوا لكم بي سي آر. بي سي آرات مش عيبة إنه تطلب أنت كوزير صحة أو وزارة الصحة تطلب. العيب العيب انه انت الوزاره تعطي ارقام منا ارقام دقيقه لا بتمثل الصله بحقيقه، وانعكاسها سلبي على صحه المواطن. نعم. انه الناس صار في تفلت، الناس عم تفوت على كذا، ما هيدي كمان رح تجرنا بكره لكارثه. نعم. بعدين فيكي هلا تتوقيها بفحص بسيط، بس بعدين لما بيدخل المستشفى او بصير بالحالات المتطوره هيدي بدك تكون تكلفوا ملايين لشو اسمه. صحيح. اذا مسألة درهم وقاية خير من كنتار علاج، هيدا. نعم. هو المبدأ الصحيح في توقي الأمراض. نعم. في الحفاظ على صحة المواطن، بل هي أولوية صحيحة لصحة وزارة الصحة تتقرب من مواطنها. شو وظيفتها؟ نعم. شو دورها؟ وإذا دورها هيدا يلي هو الوقاية حد أدنى ما رح يتأمن، ولا يمكن أنه تعطيك أرقام، هذه الأرقام ما إلى حقيقة بالأساس. صحيح. شو 50 حالة بالجان؟ ما في شيء. يعني عالم فلتوا وطلعوا.
وخاصة بروفيسور مثل ما ذكرنا انه وذكرت حضرتك كمان انه بالدول الاوروبية وبالصين في حالات كتير. هلا شوفي مثلا اخذنا في اثنين دول يلي هن في العالم جنوب نعم. افريقيا نعم تلت الاصابات فيها بالعالم، تلت الاصابات موجوده بجنوب افريقيا. وقد ايه عم يجي لعنا من جنوب افريقيا؟ هلا الناس مثلا شو بيقولوا؟ قال والله ما في طيارات. يا خيي ما هو جنوب افريقيا شو ما كله بتنزل اسكال بدوله بتحط بدوله. وفي الامريكيتين الشماليه والثانيه الغربيه كانتهم هدول الدول امريكا كمان في عندهم اصابات، يعني في عندك تقريبا اصابات شي 17 مليون اموا بيكون في عندهم. هون ناتج بجنوب افريقيا عن ناتج اكثر الدراسات اللي شافوهم ما عندهم مسحات البي سي ار بالشكل الصحيح. نعم. كمان في عندهم مشكله، فبافريقيا عم تتطور الحالات وفي نوع انواع اللي عم خطر جدا. ما انت بتعرف الاوميكرون هي شو اسمه الكوفيد 19 بلش الفا وبيتا وجاما وبعدين اوميكرون متحويرات. واحد واثنين وثلاثه بعدين اجينا دلتا اوميكرون وهلا في نوع من الاوميكرون يلي هو بسموه بي اي 2 وبي اي 4، يعني هدول يلي اكثر الحالات اللي موجوده بجنوب افريقيا وهيدي خطره جدا على المواطن. اضف الى ذلك يعني توجب علاجات ودخول مستشفى. نعم. يعني مثلا مرقنا نحن بحالات الاوميكرون بلبنان كانت شوية اصابات بس ما كانت تعدت لدخول مستشفى. نعم. اما هذا البي اي 2 والبي اي 4 هيدا كثير على المستشفى واصابات. نعم. بالهند في عندهم تقريبا شيء 70,000 اصابات كل يوم عم بيصير في عندهم، ما تستهوي. بالمانيا في عندك 60,000 إصابة بالنهار وفي عندك تقريبا شي 100 وفاة. تبهنا بهولندا بأخذنا كم، ببريطانيا عندك تقريبا شي 60,000 إصابة يعني يوميا بكل البلدان. هلا اخذنا شيء مثلا الصين يلي هي كان بالاساس طلع عندهم من الكورونا بلشت منها هونيك خفت. هلا بشنغهاي يلي عدد سكانها 25 مليون معزوله. نعم. واللي بيقول لي غير شيء بيكون معزول، يعني بيقول لك اصابات حتى في مستشفى دار العجزه بشنغهاي تقريبا ممنوع حدا يفت له ويطلع له. ليه؟ لانه الاصابات ظهرت عند العجزه بشكل كتير صعب علاجهم هن. نعم. مستشفى. هلا اخذت فرنسا والدول عادة شالوا الاجراءات الاوليه، بس هلا ما تطلع انت بالمترو من دون ما يكون في عندك كمامه. نعم. هي وفي عدن في مونداف يسموها يعني بالضبط بيندفع مباشره. نعم. بجريمتها هي تعتبر انه انت عم بتضايق غيرك، عم بتسبب خطر لغيرك. نعم. فاوروبا الغربيه بشكل اساسي الحالات عندها بعدها كثير موجوده، بس ولكن عم يعملوا اجراءات ضمن الامكانيات اقلها. نعم. لبس كمامه اكيد هون فلتاني هذا بفوت على المحل على السوبر ماركت هذا بفوت يشتري لبس. ما في اجراءات صارمه عليهم، حتى بتطلع بالباصات بتطلع بالشو اسمه بتشوف العالم فلتاني بدخن وبينتقل وهكذا. فنحن بدنا نشتغل على المستوى الصحي، ما بيصير نحن نشتغل انه شيء منه علمي. نعم. بدنا نشتغل علمي حد ادنى. يا اخي ما عم نطلب منك شيء، قولي انه مواطن في ظروف صاحبي نحن ما في نقول لكم انه الكورونا خلصت، ونحن تنسيش انه نحن المناعه المجتمعيه ما تعدينا ال 40%. نعم. باوروبا تعدوا ال 70% وبعضهم ماخذين احتياطاتهم، يعني مش بسبب الفاكسيناسيون كمان. ما تنسى بروفيسور مثل ما دائما بتقول حضرتك انه قد ايه في اشخاص كمان ما نن عاملين الفاكسين للكوفيد، ومثل ما قلت نحن معودين الشعب اللبناني يمكن ما منلومهم بمطرح من المطارح لانه عم يسمعوا كمان سايت وزاره الصحه انه عم بيقول اليوم في 40 حاله يعني خلصت كورونا. فالعالم لانه في فتره من الفترات التزمت العالم بلبنان وخافت. صح. ولكن هلا يمكن عم بيشوفوا انه الاعداد كثير انخفضت، قالوا لك انه خلص كوفيد. وتصديقا على حديثك كمان منظمه الصحه العالميه اكيد قالت مثل ما قلت حضرتك انه الكورونا ما انتهت. صح. يعني بدنا ننتبه كثير منيح. هلا اكيد رح نرجع للكورونا ولكن دائما ضيق الوقت بداهمنا. بروفيسور الادويه. صح. يعني هالناس شو ذنبها انه اليوم انا مريضه عاديه مني مرض مزمن. صح. ما عم لاقي الادويه تبعولي بالفرماشيات. حتى المريض المزمن يلي عنده امراض مزمنه سكري ضغط. صح. كل هالامور او مرض الكانسير. نعم. نحن لوين واصلين؟
هلا لك لا يخفى عليك الـ يعني في بالصحه يعني بالصحه في وزاره يعني هذا اسمها وزاره الصحه يعني مسؤول عن صحه لبنان المواطنين من بيخلق اول نهار لحتى يصير عمره 100 سنه هيدي مسؤوله عنه مؤتمنه على صحته صح. لما بكون هذه الوزاره مؤتمنه على صحته مفروض من واجبها تأمنه كل شيء يعني مثلا اليوم اللي عم نجي نقول امراض اخذنا الامراض قسمناها مثلا امراض السرطانيه وامراض المستعصيه والامراض المزمنه هلا اكثريه الشعب اللبناني مبتلى بامراض مزمنه سكري ضغط قلب كوليسترول 100 شغله بهالحاله هون في شيء بالطب اسمه ليان دي كوزاليتي يعني شيء مسبب يعني اليوم انت مثلا افترضنا بعيد من هون انت عندك مشكله بالقلب هذا اجى دواء القلب رحتي انت كنت تشتري ايام زمان كان مدعوم كنت تشتري مثلا اعطينا 10000 او 15000 اليوم الدواء صار حقه مثلا 300000 400000 وما عم يتواجد صار عن الناس يلي طبقتها محصوره ماديا وتعبانه ماديا واصحاب الدخل المحدود عم بيروحوا يصيروا لوحدهم يخففوا من الأدوية يعني مثلا كان عم ياخد 3 حبات صار عم ياخد حبة للأسف وأحيانا عم بيوقف بتكون اليان دي كوزاليتي مازال مثلا تعرف الدواء أنت ما فيك توقفي إلا للحكيم يقول لك وقفي طبيعي. والدواء إذا خففتيه له عوارض وله تقدم بالتطور للتطور المرضي يعني أنت بتكوني عم توصلي المريض من حالة مسيطرة عليها لحالة عدم السيطرة بهالحالة هون شو رح يصير فيها تحت تطور حالته مضاعفات صار اسمها ليان دي كوزاليتي يعاقب القانون الطب الدولي والمنظمات الدولية بتعاقب أي دولة أين وزارة أين وزير إنه إذا كان في إهمال بحق مواطني وهذا هو السبب يلي كتير الحالات عم بتصير في حالات وفاة وهذه تعتبر جريمة في القانون يعني أنا ماني قادر أمنك الدواء بس ولكن أنت عم تاخد الدواء مثل ما بدك لأنك ظروفك كذا بس أنا ما عم بستقيل ضني بالوزارة وعم عم ناشد الدول العالم يا عالم تعوا ساعدونا طب هذه كيف يعني بيطلعوا على التلفزيون الوزير وغيره بيقول بكره جمعه الجايه بيجي الدواء بعد جمعتين بيجي الدواء بعد شهر بيطلج الدواء طب ما المواطن مسكين عم ينظر شيء بده اياه بس هذا وين شو بده اياه يعني صار ما في لا ثقه بالوزاره لا ثقه بالمؤسسات الصحيه بالشو اسمه صار المريض مثلا بيقول لك هيك بدي موت بدي مش فارقه معي فهيدي بالدول اللي بتحترم نفسها يعاقب لو ما شو ما كان هلا بما انه حجه انه مدعوم ومش مدعوم وما معنى ومدري شو ما قادرين ومدري شو عم بتصير صحه المواطن في خطر عم المرض المرضى يا هن عم يموتوا ببيوتهم ما قادرين يفوتوا وبنفس الوقت وعم يتبهدلوا كمان عم يتبهدلوا بمية شغلة ما قادر شي يعمل شي شو بتعملي بهالحالة هم بتقولي له ميرسي أورفوار لا بدك انت تحكي تعلي الصوت الاعلام له دور اكيد الوزير الوزاره اللي مش قادره بصحه اسمها مش قادره بسبب ما يعني مثل ما تعمل 100 شغله يعني مثل ما قلت بروفيسور الاشخاص اللي عم بيوقفوا الدواء عم بيوقفوه قصري صح. مش هن حابين يوقفوا الدواء لانه مجبورين ما في ادويه ولا في بديل ما المشكلة انه ما في بديل وعم بتصير بسيرك الفيسيو نحن وعم بيدفع حقها بس المواطن يلي هو مريض وحقه بكل بلد انه يتحقق حق الطباب اكيد حق الطباب هي اقل شيء وهيدا اللي عم بيصير بلبنان هي مش جريمه بس بالقانون ولكن جريمه بحق الانسانيه ما هو هذا الامن الصحي يعتبر امن اجتماعي يعني نعم. انت اليوم لما عم بتساهمي انه ما عم يوصلوا لهالمريض هيدا الدواء انت عم بتساهمي تعجلي بموته صحيح وهذا بالدول برا القضاء وما القضاء يعتبر جريمه طبعا. ما قادر اطلب استغاثه ما قادر استغاثه استقيل. روح على يعني ما تحمل الناس ما تخلوا الناس برقابه شو اسمه ليه لانه معطره الناس مسحوقه الناس ما معها ناس عايشه بظروف كثير صعبه اذا انت حد ادنى ما امنت لها هدول انتبهنا شو هو الحسنات اللي بدها تخليها اين وزاره اللي ما بتهتم بشعبها شو لها قيمه الوزاره ما لها قيمه انتبهنا يعني على امل اكيد بروفيسور نحن دائما هيك مثل ما حضرتك دائما متقدم بالدراسات والابحاث نحن كمان هيك بدل عنا أمل لأنه لبنان بلد حلو ولكن الأمل دايما موجود إن شاء الله تتحسن الأمور بالنسبة للمرضى وزارة الصحة وكل الأمور اللي قلتها وأنا بدي أشكرك بروفيسور رائف رضا رئيس التجمع الطب الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق الأوسطية الدولية بلبنان بدي أشكرك لحضورك معنا بمريم تي في ولكل المعلومات القيمة اللي حضرتك زودتنا فيها إن شاء الله يكونوا المشاهدين أكيد أخذوها بعين الاعتبار
خليني اكون مرسي لكم ونتمنى لكم التوفيق. وانت بتعرف الاعلام هو وسيله لحتى ينور المواطن. ونحن كله الهدف القصه يعني التوعيه اكثر من توعيه صحيح، وحط الاصبع على الجرح من اجل يعني هالناس يلي عايشين شو ذنبها هاي؟ هذه هي اللي عايزين. وعلى كل حال مشكورين وخلينا اياكم. شكرا لحضورك شكرا بروفيسور. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا موعدنا مكفي معكم، وراح نتوقف مع بريك صغير، انطرونا راجعين.